and strengthen their spiritual bonds. اليوم هو الأول من شهر محرم من عام 1400. الساعة الآن الخامسة والدقيقة العشرين صباحا. جموع المؤمنين في أعظم موقف. لحظات مليئة بالروح وبالإيمان. وقد أسلم مئات الآلاف أرواحهم وعقولهم لخالق هذا الكون أداء لصلاة فجر اليوم الأول من شهر محرم من عام 1400 للهجرة. Today is the first of Muharram 1400. The time is 5:25 a.m. in the morning and the faithful are gathered together, an air of spirituality, of faith and hope on this great dawn. وانتهت صلاة فجر اليوم الأول من محرم من عام 1400 للهجرة. The morning prayers have just ended on the first day of the new year. لقد كانت البداية المأساوية الأليمة جرحا عميقا في ضمير الأمة الإسلامية وكان ما كان من أمر الطغاة المفسدين فجأة أصبح بيت الله الحرام كما ترون خلوا من تلك الآلاف خلوا من أفواج المؤمنين بعد أن سيطر عليه الخارجون. Then began the fateful incident. After the faithful ended the prayers, stood up a man speaking, and the band of renegades, the band of those who were, it seems, outside the boundaries of the faith, spread fear and preached the untruth. هذه هي الكعبة وهذا هو المطاف وهذه هي جنبات البيت العتيق لا أحد فيها إلا القتلة أما المؤمنون أما المصلون أما من يذكرون الله أما صوت الحق فقد توقف بفعل جريمتهم النكراء. This is the Kaaba, the picture of the house of God, empty and desolate. The worshippers, the faithful, all were deprived. كان الأمر عظيما فلم يدر بخلد أحد أن يتحول البيت العتيق بجلاله وعظمته إلى مساحة عريضة يتحرك فيها القتلة ويرسلون من مآذنها طلقات الرصاص حتى الأبرياء حتى المواطنين حتى رجال الأسعاف استهدفهم أعداء الله فقتلوا من قتلوا. The gravity of the situation could not be imagined. The minarets echoing with the sounds of gunfire causing harm to the innocent, to the citizens, even those who came to the rescue, all were victims of this heinous act. ولم يكن أمام حكومة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز وهي تواجه هذا الحدث الجلل إلا أن توجه نداءات متوالية إلى هؤلاء الخارجين على الدين الإسلامي. The government of the Kingdom of Saudi Arabia continuously asked the renegades to lay down their arms. لكن الطغاة أخذوا يصبون نيرانهم وحقدهم على المسلمين خارج بيت الله الحرام برصاصهم. This call was answered with fire and murderous acts on the Muslims by these renegades. وكان السؤال الهام هو كيف يمكن لهذا البلد أن يواجه هذا الضلال؟ لقد جمع جلالة الملك خالد أصحاب الفضيلة العلماء
واستشارهم فيما حدث بالمسجد الحرام، فكانت الفتوى: لقد أجمع هؤلاء العلماء على اعتبار هؤلاء خارجين على الدين الإسلامي، وأجازوا قتالهم وقتلهم تطبيقا لشريعة السماء واحتكاما إلى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. The question asked was, how could this heinous act be met? His Majesty the King met with all the learned men of the faith and apprised them of the situation in the Holy Mosque. The fatwa ruling of the ulama or learned men concerning these renegades asked for an offensive to be launched against them and to kill them in accordance with the teachings of the Holy Quran. وهكذا أصدر جلالة الملك خالد توجيهاته بأن تتم مواجهة الحدث وفق أربعة مبادئ هي: أولا، المحافظة على أرواح المسلمين الأبرياء الذين احتجزتهم الفئة الضالة داخل المسجد الحرام. ثانيا، المحافظة على بيت الله سالما. ثالثا، المحافظة على أرواح جنودنا البواسل. رابعا، إلقاء القبض على المعتدين أحياء بقدر الإمكان. وبدأ جند الله يتحركون في كل اتجاه في ظل شريعة السماء للقضاء على الفتنة في غمرة الموت والتدمير اللذين كان يصبهما الخارجون على دين الله حمما من مختلف المآذن والشرفات المطلة على ساحات الحرم الخارجية. His Majesty the King asked that any action against the renegades should take into account the safety of the hostages held prisoners by the renegades, the safety of the house of God, the safety of the brave soldiers, the capturing of the infidels alive whenever possible. The soldiers of the faithful then began the task of attacking and capturing this band of infidels who cast destruction from the minarets and around the holy mosque. وبدأت عملية الاقتحام. تلك هي الشحنة الإيمانية العظيمة التي ملأت جوانح هؤلاء الأبطال وهم يتعقبون أعداء الله يتصيدونهم ويطاردون فلولهم بعد أن تمكن أبطالنا من فتح عدة ثغرات في تحصيناتهم العديدة وأن ينطلقوا إلى داخل الحرم الشريف ويحاصروا الخارجين على الدين الإسلامي حتى تمكنوا منهم بفضل من الله. The attack began and victory followed, and each soldier strived to obtain martyrdom and for what a cause. وبدأت السيطرة الكاملة ولله الحمد. Control of the Holy Kaaba followed. لقد سقط من أعوان الشيطان من سقط لا ليموت وإنما ليجد كل عناية وكل رحمة. At last the followers of Satan surrendered to the heroes of the faith to await the ruling of the Islamic justice. مزيد من الأسرى بين أيدي جنودنا البواسل جنود الإسلام الأقوياء بإيمانهم الكامل بالله. ظلام في ظلام، لقد صمت كل شيء إلا صوت الموت والدمار. اختفى صوت الأذان وتكبيرات المسلمين ودعاؤهم المجلجل في أرجاء البيت العتيق، وانتشرت رائحة الموت من تلك الفئة الضالة في كل جانب. More prisoners in the hands of our valiant soldiers who gave all they could and sacrificed all to fulfill their responsibilities. Darkness everywhere and muted is the sound of the Holy Kaaba. وتمت السيطرة الكاملة على المسجد الحرام. Complete control of the Holy Mosque was made. ما عدا الأقبية. Except for the cellars. كان جنود الله الأقوياء ماضون في أداء مهمتهم في أكثر الظروف صعوبة ومشقة. إنهم يتحركون ويتصرفون
ويخططون للإجهاز الفتنة، ولكن ضمن الأهداف الأربعة وفي ظل الظروف الطبيعية الصعبة لمبنى المسجد الحرام. The soldiers fought with determination and faith to overcome this band of infidels who virtually turned this house of peace into a fortress. وتساقط أعداء الله في أيدي الأبطال، فقد بدأت عملية الاستسلام الجماعية. More prisoners fell into the hands of the soldiers of the faith. هذه عملية الاستسلام الجماعية. This is a glimpse of the surrender. هذا هو المسعى، خلو إلا من جنود الله، وقد أخذوا يراقبون كل حركة وسكنة بعد أن مكننا الله من تلك الفئة الضالة وتمت السيطرة عليهم. ترى هل هناك أقسى من هذا المشهد على النفس؟ وقد غرروا بالصغار والنساء والأطفال، دفعوهم إلى مشاركتهم أبشع عدوان على بيت الله الحرام. The evildoers have exploited these people to turn to evil. لقد استباح هؤلاء الطغاة كل شيء في بيت الله، حتى السجاد، جعلوه متاريس لممارسة عدوانهم من خلاله على الآمنين. Everything was exploited in the house of God for their own selfish purposes, even the carpets. لكن إرادة الله لم تتركهم يعبثون ببيته الحرام، وكانت الغلبة لجند الله. But God's will prevailed and victory was for the soldiers of the faith. وبدأت عمليات استسلام أخرى من الخارجين على الدين الإسلامي. Other renegades also began to surrender. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبدأت عملية تطهير المسجد الحرام وإعداده للمصلين. The clearing and the cleaning of the Holy Kaaba started so that those who will come and return and pray. وهكذا أصبح نظيفا من رجس الأشرار لتعود إليه كما كانت حرمته، ويعود إليه الأمن والأمان كما أراده الله أبدا. The sanctity of the Holy Kaaba once again prevailed. إرادة الله شاءت أن تكون هذه هي نهايتهم. إجهيمان ابن سيف العتيبي، هذا الطاغوت أصبح أسيرا ينتظر مصيره أمام عدالة الله وشريعة السماء. استسلم إجهيمان ابن سيف العتيبي، أحد رؤوس الفتنة، للأسر. Jehiman bin Saif al-Atabi, one of the ringleaders of this vicious gang of renegades, looking very grim and mumbling now that he's captured and awaits his fate. ولكن أين هو المهدي المزعوم؟ لقد ذهب إلى الجحيم، لقد قتل، لقد فتكت به قوى الإيمان وانتصرت عليه وعلى أعوانه، وأصبح كما نرى كتلة لحم قتل فيها الخير وتورمت أطرافها بالضلال.
Where is the Mahdi or the Messiah? He is dead and born onto hell. وها هي جموع الأسرى من أولئك الخوارج وقد كتب الله عليها الذلة وبدت بهذه الصورة الكريهة أمام الله وأمام عباد الله وأمام التاريخ الذي لم يعرف فعلة أقبح من فعلتهم وجريمة أبشع من جريمتهم حتى الأطفال غرروا بهم. This is another group of the renegades who caused all these crimes. وبهذا الاستسلام كتبت الفصول النهائية للمأساة لحادث الاعتداء على بيت الله الحرام. With this surrender came the end of the attack on the holy Kaaba. تمعنوا في وجوههم جيدا ترهقهم ذلة هذا وكانت قد تمت السيطرة الكاملة على القبو السفلي للمسجد الحرام في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الماضي من جميع أفراد الطغمة المارقة الخارجة عن الدين الإسلامي وقد كان للخطة الحكيمة التي وضعها المسؤولون لقهر فئة الشر والضلال بعد توفيق الله عز وجل وتطهير بيت الله الحرام من رجسهم وآثامهم الأثر الفعال في السيطرة على الموقف والعمل على معالجته بصبر وروية وفق الأهداف التي حددتها توجيهات جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وحسب الخطة الموضوعة فإن من أهم بنودها كما سبق وشرحها أحد القادة العسكريين في لقاء له مع التلفزيون هو أن يجبر أفراد هذه الفئة الضالة للانتقال إلى المواقع التي تحددها القيادة وذلك وفق غايات محددة الغرض منها تقليص عدد الإصابات بين القوات من جهة إلى أقل حد ممكن وحماية المسلمين الأبرياء من التعرض للإصابة من الجهة الأخرى وعلى ذلك فقد تم حصرهم في أقبية المسجد الحرام لتنفيذ الخطة الخاصة التي تحقق الغاية المنشودة بالحفاظ على أرواح الأبرياء وعدم إحداث أضرار بالمسجد الحرام وإلقاء القبض على أفراد الزمرة الشريرة أحياء وقد استنفذ تنفيذ الخطة وقتا يعتبر حسب المفهوم العسكري قصيرا جدا نظرا لجغرافية الأقبية وتعددها وتمكن المفسدين من الاختباء وراء الجدران ووسط الفتحات الموجودة في الأقبية وقد قام التلفزيون بتصوير لقطات لبعض الأماكن التي تحصن فيها المعتدون وقدم أحد القادة العسكريين شرحا موجزا لعملية التطهير التي نفذتها القيادة في أقبية المسجد الحرام